بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 22. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين، رمز إلى اسمه بالحروف ميم نون ميم. يسأل ويقول: أديت فريضة الحج عن نفسي ثم عن والدتي، ولكن كانت والدتي جاهلة لا تعرف تصلي، وكانت لا تصلي إلا الجمعة مع النساء في المسجد، هل هذا الحج صحيح عنها أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الحج إنما يجزي ويصح ممن هو مقيم لأركان الإسلام، لا سيما الصلاة التي هي عمود الإسلام، والتي من تركها فقد كفر، الكفر الأكبر المخرج من الملة. قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، في أدلة أخرى على كفر تارك الصلاة متعمد. فلا يجوز الحج لا بالمباشرة، أو لا يجزي الحج لا بالمباشرة ولا بالنيابة عمن لا يصلي. فإذا كانت والدتك تترك الصلاة متعمدة ومعها عقلها وفكرها، فإنها لا يصح الحج عنها. وإذا تابت إلى الله وأقامت الصلاة على الوجه الصحيح ينظر، فإن كانت تقدر على الحج بنفسها فإنها يجب عليها أن تحج حجة الإسلام بنفسها وأن تباشر الحج، قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن استطاع السبيل إلى الحج وجب عليه مرة واحدة في العمر فرض عين على كل مسلم. أما إن كانت لا تقدر على الحج وعاجزة عن مباشرته عجزا مستمرا لا يرجى أن يزول، فلا بأس أن يحج عنها وأن يناب عنها في الحج، لكن لا بد أن تكون محافظة على الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. امرأة من اليمن تقول: لديها بنت مريضة، وقطعت على نفسها نذرا بقولها: إذا شفيت البنت فسوف أصوم 3 أيام من كل شهر، وشاء الله شفاء البنت. ولكن التي قطعت على نفسها النذر كانت مرة تصوم ومرة لا تصوم، واستمرت على هذا الحال وكبرت في السن وأصبحت غير قادرة على الصوم، ما الذي عليها الآن؟ في دون أفادكم الله وجزاكم عنا خيرا. لقد أخطأت في أنها تارة تصوم وتارة لا تصوم الأيام التي نذرت، لأنه يجب عليها الوفاء من نذر، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. قال تعالى: يوفون بالنذر يخافون يوما كان شره مستطيرا. قال تعالى: وليوفوا نذورهم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في آخر الزمان وصف ذم، لأنهم ينذرون ولا يوفون. فعلى كل حال يجب الوفاء بالنذر سواء كان صياما أو صلاة أو أي نوع من أنواع الطاعات. فهذه المرأة قد أخطأت في تفريطها في النذر، تركت واجبا عليها، وأما الآن وقد عجزت عجزا نهائيا عن صيام النذر، فالله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كانت لا تقدر فإنه يسقط النذر عنها، أنه إنما يجب عليها الوفاء بالنذر مع القدرة والاستطاعة، ولكن عليها بالاستغفار والتوبة مما حصل في السابق. وإن تصدقت من باب الاحتياط والإحسان فإن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل وتقول: إنها عندما تنتهي من الصلاة وتسلم تقول الفاتحة بقولها: فاتحة لسيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا، والفاتحة إلى روح سيدنا محمد وإلى أصحابه ومن تبعه والذي يتبعه، والفاتحة إلى روح أهل نبينا وزوجاته
ذاته وذريته، وفاتحة إلى روح والديني ووالدي والديني ولجميع المسلمين من مشارق الدنيا ومغاربها من ذكر وأنثى، تغفر لهم وترحمهم لعل درجاتهم في الجنة. ثم تقرأ سورة الفاتحة. ما مدى صحة هذا القول؟ هل هو صحيح أم لا؟ هذا القول غير صحيح، وهو بدعة ولا أجر فيه ولا ثواب، لأنه لم يرد قراءة الفاتحة بعد الصلاة لا للإنسان نفسه ولا لغيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإنما الوارد أن الإنسان يقرأ بعد الفريضة بآية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين مرة مرة، إلا بعد صلاة الفجر فيكرر هذه السور 3 مرات، وبعد صلاة المغرب يكرر هذه السور الإخلاص الفلق الناس 3 مرات. هذا هو المستحب والوارد. وأما القراءة عن الأموات لا الفاتحة ولا غير الفاتحة فهذا لم يرد به دليل، وإنما الوارد الاستغفار والدعاء للأحياء والأموات من المسلمين، فيستغفر لهم ويدعو لهم أو يتصدق عمن شاء من إخوانه المسلمين. هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو كذلك الحج والعمرة، لمن حج عن نفسه واعتمر عن نفسه لا بأس أن يحج عن الأموات من أقاربه وغيرهم. هذه التي ورد بها الأدلة أنها تفعل عن الغير، ويصل ثوابها إذا تقبلها الله إلى من نويت له. أما قراءة القرآن عن الأموات أو على أرواحهم أو عند قبورهم أو عند جنائزهم، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: إنها كبيرة في السن وتحفظ سورا قليلة من القرآن، وعند صلاتها تردد تلك السور في كل صلاة نافلة أو فريضة، ما مدى صحة ما تعمل؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بذلك، إذا كانت لا تعرف أو لا تحفظ إلا هذه السور فلا بأس أن تكرر قراءتها في الصلوات. قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، قال صلى الله عليه وسلم: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فلا بأس أن تردد هذه السور في صلواتها إذا كانت لا تحفظ غيرها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أسرة فقيرة تخرج فطرة رمضان إما من المال أو من الأرز الذي يتصدق به الناس عليهم، وليس لهم مال يكتسبونه، هل هذا العمل صحيح وجائز؟ وإذا كان غير جائز فما الذي عليهم تجاه السنين التي مضت؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس أن يخرج الإنسان صدقة الفطر مما تصدق به عليه، الحمد لله، إذا كان محتاجا، إذا كان أخذه للصدقة جائزا لحاجته وفقره فلا بأس أن يخرج زكاة الفطر مما تصدق به عليه من الطعام. أما النقود فلا يجوز ولا يجزي إخراجها عن صدقة الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالطعام في صدقة الفطر وحدده بالصاع، دل على أنه لا يجزي غير الطعام، وأن النقود لا تجزي عن صدقة الفطر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يملكون ذهبا قليلا تملكوه مما يتصدق به عليهم، هل في هذا الذهب زكاة أيضا؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا بلغ النصاب، وهو 20 مثقالا أو 11 جنيه سعودي ونصف الجنيه 11 ونصف، فإنه تجب فيه الزكاة ولو كان متصدقا به عليهم إذا حال عليه الحول. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الستار عميش يقول: لي صديق وفي نفس الوقت هو أخ لزوجتي، عاجلته المنية وتوفي في حادث، وأنا أريد أن أحج بالنيابة عنه علما بأن له أصدقاء وأصحاب وحالهم ميسور، لماذا توجهونني والحال ما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا. هذا الذي شرع عليه الحادث ومات، إذا لم يكن حجة الإسلام وله تركة فإنه يخرج من تركته ما يحج به عنه من ماله هو، لأن هذا حق لله عز وجل ودين لله يجب إخراجه وأن يحجج عنه من تركته. أما إذا كان ليس له مال فلا بأس أن يحج عنه إما أحد أقاربه أو غيرهم من إخوانه المسلمين، هذا إذا كان لم يحج حجة الإسلام. أما إذا كان حجة الإسلام
ويراد أن يحج عنه نافلة فلا بأس بذلك، أن يحج عنه أي مسلم سواء كان قريبا له أو غير قريب، وذلك ينفعه بإذن الله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من الجور رمز إلى اسمه بالحروف حاميم يا، يقول: رجل جلس للتشهد الأول وبدلا من أن يقرأ التشهد قرأ الفاتحة ناسيا ثم قرأ التشهد، ولكنه لم يسجد للسهو ولم يتذكر إلا بعد أن مضى وقت، فما حكم صلاته؟ هل يعيدها أم ماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا. صلاته صحيحة، وما دام أنه أتى بالتشهد الأول بعدما تذكر فقد أدى الواجب عليه، وتكون قراءته للفاتحة من باب الخطأ والسهو، فيستحب أن يسجد للسهو عن ذلك بعد السلام أو قبل السلام، بعد السلام إن لم يطول الفصل، أما ما دام طال الفصل فإنه لا شيء عليه، الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. امرأة طلقها زوجها طلقتين ثم استرجعها، ثم اختلف معها مرة ثانية فقال لها: اذهبي إلى بيت أهلك وورقتك في الطريق، ثم أخذ جميع عفشها كما تقول وذهب به إلى بيت أهلها، وهي تسأل الآن ما الحكم؟ جزاكم الله خيرا، وهل يعتبر هذا طلاقا بائنا، وما هي أحكام الطلاق البائن؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان نوى بقوله اذهبي إلى أهلك نوى به الطلاق فإنه يعتبر طلاق، لأن هذا كنية أو كناية، والكناية إذا صاحبتها نية الطلاق صارت طلاقا، فعلى هذا تكون الطلقة الثالثة، تكون قد بانت منه بينونة كبرى وعليها العدة، إن كانت ممن يحضن فتعتد بثلاث حيض، وإن كانت ممن لا يحضن لصغر أو لإياس فإنها تعتد بثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فإنها تعتد بوضع الحمل. هذا خلاصة أنواع العدة في حق المطلقات. قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني حيض على قول بعض العلماء، أو أطهار على قول البعض الآخر، ثلاثة أطهار على قول البعض العلماء الآخر. وأما الآيسة والصغيرة عدتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. وأما الحامل فتعتد بوضع حملها، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والذي يترتب على الطلاق الثلاث البينونة الكبرى، بحيث لا تحل لزوجها المطلق إلا بعد أن يتزوجها زوج آخر زواج رغبة لا زواج تحليل، ويطأها ثم يبدو له فيطلقها راغبا عنها غير مريد للاستمرار معها، فإذا طلقها حلت لزوجها الأول بعقد جديد، قوله تعالى: فإن طلقها يعني الثالثة، قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله تعالى: فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أيضا شيخ صالح: إذا خطبت وهي في العدة كيف يكون تصرفها؟ لا يجوز التصريح بخطبة المعتد، بقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروف. التصريح بخطبة المعتدة محرم، وأما التعريض فهو جائز، كأن يقول: أنا أريد زوجة لعل الله يسر لي زوجة صالحة، أو أنا راغب فيك، أو إني فيك لراغب، أو لا تفوتيني نفسك، أو ما أشبه ذلك من التعريضات. التعريض جائز، وأما التصريح فلا يجوز، لأن الله نهى عنه في حال العدة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شاب مرت عليه فترة لم يكن فيها محافظا على الصلاة ولا على الصيام، والآن تاب إلى الله سبحانه وتعالى ويسأل عما مضى من حياته في تلك الفترة، هل يقضي ما فاته من صوم وصلاة أم أن توبته تجب ما قبلها؟ جزاكم الله خيرا. توبته تجب ما قبلها إن شاء الله، عليه بالمحافظة على الصلاة وعلى أمور دينه
أولاده في مستقبل حياته، والله يتوب على من تاب وليس عليه قضاء. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شاب أيضا من الجزائر مر تقريبا بنفس المرحلة التي مر بها السائل الأول، فهو يذكر جملة من المعاصي ارتكبها والآن ندم ندما شديدا، وحتى فكر حسب ما يذكر في رسالته في الانتحار من حول ما وقع فيه من الأخطاء. ويسألكم عن التوبة شيخ صالح، هل تقبل رغم أيضا من ذنب كما يصف؟ جزاكم الله خيرا. يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فأمر بالتوبة والإنابة ووعد بأنه يغفر الذنوب جميعا ونهى عن القنوط من رحمته، وأن الإنسان يظن أن ذنبه لا تكفره التوبة أو لا يغفره الله، فإن هذا من الشيطان. فالشيطان هو الذي يوقع الإنسان في الذنب ويزينه له، ثم بعد ذلك يأتيه ويقنطه من رحمة الله ويقول له ليس لك توبة، حتى يضايقه، وربما ينتهي أمره إلى ما ذكر السائل من أنه يقتل نفسه، فيقع في محذور آخر. وكبيرة عظيمة على الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يقتل نفسه بحديدة أنه يعذب بحديدته في نار جهنم، يجأ بها نفسه، يعني يطعن بها نفسه في نار جهنم، ومن تردى من جبل فمات فإنه يتردى في جهنم، ومن تحسى سما ومات فإنه يتحسى سمه في نار جهنم. فالحاصل أن قتل الإنسان لنفسه جريمة عظيمة، ولا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه لأي تضايق يصيبه في هذه الدنيا، بل عليه أن يصبر ويحتسب ويرضى بقضاء الله وقدره. أما قضية أنه حصل منه ذنوب فعليه أن يتوب منها، والله غفور رحيم. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كفار إذا تابوا غفر الله لهم ما قد سلف من الكفر والشرك والإلحاد وقتال المسلمين إلى غير ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. فعلى الأخ السائل أن يتوب إلى الله وأن يحسن الظن بالله وأن يبشر بالخير، لأن الله سبحانه وتعالى وعد أنه يتوب على التائبين ويغفر ذنوب المذنبين ويعفو عن السيئات، أو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: عبد الله أحمد يقول إنه يلاحظ في بعض المجتمعات كثرة البدع، ثم يقول: إن المبتدعين لهم حجة قوية ولا نستطيع الأخذ معهم والرد، ويطيل في رسالته شيخ صالح ويرجو منكم التوجيه، جزاكم الله خيرا. أما عن كثرة البدع فهذا مرجعه إلى أحد أمرين: إما إلى الجهل بأمور الدين، وإما تأثرا بدعاة السوء وعلماء الضلال الذين يدعون إلى البدع ويروجون لها. وعلى المسلم أن يحذر من البدع. قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، في رواية: كل ضلالة في النار. فقوله صلى الله عليه وسلم وإياكم على تحذير شديد منه صلى الله عليه وسلم من البدع لما يترتب عليها من نقص الدين أو الخروج من الدين نهائيا والعياذ بالله. البدع خطرها شديد، وليس للمبتدع ولله الحمد حجة، وإنما عندهم شبهات باطلة ليس لهم حجة، الحجة مع أهل السنة، وأما المبتدعة فليس لهم حجة، وإنما عندهم شبهات داحضة لا قيمة لها. فعليكم بمناصحتهم والحذر منهم، وعليكم أيضا بتعلم السنة وتعلم الدين حتى تعرفوا السنة من البدعة. البدعة إنما تروج في حالة الجهل والغفلة. أما إذا تعلم المسلم أمور دينه وتعلم وعرف البدعة وتعريف البدعة وما هي البدعة فإنه يحذر منها. البدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه،
قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه هي البدعة، كل ما أحدث في الدين مما ليس منه، أي ليس له دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز التعبد لله إلا بما شرعه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب على المسلم. لم يكن الله جل وعلا إلى العادات والتقاليد وما يستحسنه الناس أو تستحسنه عقولنا، بل إن الله أنزل علينا كتابا وأرسل إلينا رسولا وبين لنا ما شرعه لنا مفصلا، فما علينا إلا أن ننفذ ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك لا يتم إلا بالعلم النافع، تعلم الصحيح، والحذر من دعاة الضلال ومن كتب الضلال. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء أنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى.